حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. نقلت شبكة إيكاي جلوبال الآسيوية عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم أن سماح البنك المركزي العراقي الاتجار مع الصين باليوان الصيني بدلا من الدولار خطوة غير مسبوقة، معتبرين أنها المرة الأولى عبر التاريخ التي يقوم بها بلد شرق أوسطي ببيع نفطه مقابل اليوان الصيني. هذا وحذر مراقبون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى محاولات ملتوية قد يستغلها المهربون، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن البنك يبدو وكأنه يفتح منفذا لنفس الممارسات القديمة التي كانت تعتمد على أصولات استيراد مزورة لتهريب العملة بعد أن أغلقت تعليمات الامتثال الأمريكية هذا المنفذ. أكدت اللجنة القانونية النيابية أن حكومة السودان تأخرت كثيرا بإرسال الموازنة المالية إلى البرلمان الحالي للمصادقة عليها. وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن حكومة السودان تأخرت لأكثر من 4 أشهر على الرغم من أن القانون يلزم الحكومة على إرسالها خلال شهر تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى وجود عوائق عديدة تتمثل بتذبذب أسعار النفط وكذلك سعر صرف الدولار، إضافة إلى عدم تحديد حكومة السودان للنفقات التي تحتاج إليها خصوصا مع حصول الكثير من التغيرات في مجال الإيرادات والإنفاق. أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي أن الأموال التي تخصص للمحافظة لن تعيد تأهيلها حتى بعد 10 سنوات. وقال المياحي إن المحافظة تحتاج لإعادة إعمارها بشكل حقيقي من ناحية البنى التحتية وفوق التحتية إلى 1 تريليون دينار، وما يخصص لنا من الأموال قليل جدا ولا يكفي، داعيا إلى ضرورة إنصاف المحافظة في موازنة عام 2023 بحسب حاجتها الفعلية، فيما طالب مجلس النواب بأن تكون تخصيصات المحافظة في الموازنة وفق نسب التعداد السكانية. وفي تراجع ملحوظ حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 103 ملايين دولار موزعة على 22 صفقة في كانون الثاني بانخفاض قدره 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووفقا للأرقام التي نشرها تقرير ومضة المعني بريادة الأعمال والاستثمارات الناشئة، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات، واحتلت مصر المرتبة الثانية والسعودية الثالثة، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 3% على عدد من الشركات الناشئة في العراق والمغرب وقطر. واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 82 دولارا و82 سنتا للبرميل الواحد، وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا إلى 76 دولارا للبرميل، وأنهى الخامان معاملاتهما على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في شهر آذار، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500,000 برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.